السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسم كريم إدريس الجلالي، عضو التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بالمقاعة الجديدة، وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب. سي إدريس، حضرنا معكم من ذاك اللقاء اللي كان في تأسيس الجبهة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب الصور اللي كيدوروا بهم الإخوان، ففعلا فعلا بلاتي هذه الصورة بالضبط. هذه حنا كنتسائلوا، كيقول لك السيد الوزير كيقول لك كاينه حالة واحدة اللي فيها الدم، هذه دابا الحالة الثانية، هالحالة الثالثة، وعندنا في فيديوهات ديال الحالة الرابعة والخامسة. حنا بغينا نتسائلوا هنا عند السيد الوزير هذا اللي كيقول لك كاينين غير حالة واحدة ديال الدم، وراه كاين فيها دابا تحقيق. هادشي كامل راه عار، وملي كيولي وزير كيكذب هذه امور اخرى. نخلي لك انت الكلمه، يعني حنا مواطنين عاديين كما كنقولوا، واش بان لينا؟ انتم دابا اللي معنيين بالامر، اش كيبان لكم في هذا المجازر؟ نعم، اولا تحيه عاليه لكل الاساتذه والاساتذه من داخل التنسيقيه الوطنيه للاساتذه المتدربين. اولا هذا التعتيم الاعلامي او المفبرك اللي كيعطي تصريحات غير صحيحه في اطار التعاطي ديال الهجمه القمعيه ديال الدوله المغربيه في اطار معركه المناطق، خصوصا بمدينه انزكان. المدينه هذه عرفت يعني هجمه قمعيه تعرض فيها مجموعه من الاساتذه، وصلت الى 200 حاله متفاوته الخطوره. هناك حاله ديال الكسر، هناك يعني كسر في الظهر ديال العمود الفقري، هناك ارتجاج على مستوى الراس، هناك يعني كسر على مستوى السطر، هناك حالات اخرى، هناك حالات اجهاد، هناك حالات يعني كثيره وكثيره جدا اللي تعرضوا لها الاساتذه المتدربين من طرف الهجمه القمعيه ديال الدوله المخزنيه. لكن الاعلام المخزني كيسوق اخبار اخرى ومفبركه، وكيقول على ان هناك حاله واحده، بقدر ما هناك اكثر من 200 حاله ديال الاساتذه المتدربين اللي تكسرت على مستوى الوطن. ما غنتفقش معك الا قلت لك الاعلام كيقول، لان الاعلام تقريبا هذه المره كله كان في الصف ديال الاساتذه المتدربين، الا واحد ثله قليله ديال هاد الاعلاميين سمحهم الله هما اللي دازوا في هذا الاطار ديال كيسوقوا لانه كاينه حاله واحده. حسب الفيديو اللي كنا نشرنا كنتو شفتوا الحالات، راه ماشي غير وحده ولا جوج ولا ثلاثه، يعني بزاف ديال الحالات. جا السيد وزير الداخليه على قناه الجزيره كينفي التدخل شويه، ولا كيقول لك لا راه كان في اطار القانون، اذا كيفاش كان هذاك النفي اللي كان كيقول الاول؟ الحاله الثانيه هي ديال بعدا شي وزاره كيقول لك ما فراسناش هادشي، بحال الامر كيتعلق بشي حشره عفطوا عليها في الزنقه ودخلوا للدار ما فراسهمش هادشي كامل. انا بغيت من عندكم انتوما دابا كنداء ديالكم لهاد الناس، اش غتقولوا لهم؟ حيت حسب لي سي وحدين ديالكم اللي تابعين لكم كيقول لك المرسومين يحيدوا ولا الشهاده. انتوما اش غتقولوا؟ نحن كتنسيقيه وطنيه من طبيعه الحال لا يفوتنا الا ان نندد ونستنكر كل التصريحات لا مسؤوله ديال الدوله المغربيه، وعلى راسها عبد الله بن كيران، وعلى راسها كذلك وزير الداخليه حصاد اللي كينفي وكيقول لك على انه ما كانتش هناك حالات ديال الاصابه. نحن كتنسيقيه وطنيه لنا الدلائل القاطعه، وهو ما يظهر من خلال كل الفيديوهات اللي منشوره لا على المستوى ديال المنابر الاعلاميه ولا على مستوى ديال وسائل التواصل الاجتماعي. لا يفوتنا الا ان نستنكر هذه الهجمه القمعيه، وكنقولوا على ان ديك التصريحات ديال الوزراء ديال الحكومه المغربيه فهي تصريحات غير مسؤوله، الهدف ديالها هو تغليظ الراي العام. بما انهم يريدون تغليظ الراي العام، فنحن كتنسيقيه وطنيه عقدنا ندوه صحفيه يوم الثلاثاء بمدينه الرباط، شرحنا فيها كل الحيثيات ديال التدخل الهمجي بمدينه انزكال وبمدينه فاس وطنجة والدار البيضاء. الا اننا نقول الدوله المغربيه والحكومه المغربيه على ان المعركه ديالنا هي معركه لا زالت مستمره في اطار الدفاع عن الملف المطلوب ديالنا والمطالبه باسقاط المرسومين، فاما ان يتم اسقاط المرسومين واما الشهاده واما الكفن، فالمعركه الى الامام دوما والى الامام. الا انني اللي نقدر نقول الرسائل اللي هي واضحه هو ان الحكومه المغربيه برئاسه عبد الله بن كيران هي دائما
تحاول التراجع على المكتسبات ديال الشعب المغربي وعلى راسهم الخوصصه ديال القطاع ديال التعليم، على راسهم كذلك خوصصه القطاع ديال الصحه. فكل هذه الملفات الاجتماعيه لا يعني يمكن ان تشعل الشراره ديال الشعب المغربي في الدفاع على هذه الملفات كامله. فاذا لم تستجيب الحكومه فمعركتنا لا زالت مستمره والى ما لا نهايه حتى اسقاط المرسومين. وتحيه نضاليه. احنا بدورنا كاعلاميين كنعلنوا من المنبر ديالنا الجديده نيوز اننا متضامنين مع الاساتذه المتدربين، لا لشيء سوى لاننا امنا بالقضيه ديالهم، وحنا ضد العنف لان العنف كيمنعو الدستور، وما دام كان عنف بدون مبرر، اي مبرر كان يتعالج بطريقه اخرى الا العنف، كان خص حوار، كان خص جلسات الى اخره، وملي وصلوا لهذا السبيل ديك الساعه. اذا اللي بغي نقوله استاذ هو انه اولا نحيي كفه المنابر الحره اللي كتتابع الخطوات النضاليه ديالنا، ونقول لانه بالنسبه لكافه التصريحات اللي كانت كدار من طرف الدوله المغربيه، نعاود ناكد عليها لانها هي راها تصريحات غير مسؤوله. وكنحيي الجميع، وكنحيي جميع الاطارات الجماهيريه اللي كتضامن معنا، وكنحيي كذلك كل الاطارات الجماهيريه من داخل الموقع الجديده اللي عملت يوم السبت في لقاء رسمي من اجل الاعلان عن تاسيس جبهه محليه للتضامن مع الاساتذه المتدربين والدفاع عن الملف المطلبي ديالهم. فنحييهم كذلك تحيه عاليه. ممكن شي الخطوه النضاليه المقبله واذا كاين شي تخطيط ولا كاين شي حاجه إذن بين الخطوات النضاليه الاخرى اللي غادي نقوموا بها كمكتب محلي ديال الموقع الجديده، هو انسجاما مع البرنامج النضالي اللي حطته الاستقلال الوطني في مجلس الامن الوطني الاخير، غادي يبدا يعني بدا انطلاقا من يوم الثلاثاء الماضي وسيستمر على اساس احنا مقبلين يوم الاثنين على اعتصام امام نيابه وزاره التربيه الوطنيه، سيتوج بمبيت ليلي امام المركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين بمدينه الجديده. امتى؟ يوم الاثنين سيتوج بمبيت ليلي امام المركز ديال الجهوي لمهن التربيه والتكوين الجديده. غادي ندخلوا كذلك في خطوه امدانيه ديال الاضراب عن الطعام لمده 24 ساعه. ستكون كذلك مسيرات اخرى يوم الخميس، ستجوب كل شوارع مدينه الجديده من اجل التعبئه الشعبيه للانخراط الفاعل والوازن في المسيره الشعبيه يوم 24 يناير 2016 بمدينه الرباط. ومن هنا ندعو كافه الجماهير الشعبيه وكل الاطارات الحيه وكل المنابر الحره الى التضامن ديالها مع الملف ديال الاساتذه المتدربين، ونحييهم عاليا. شكرا لكم وتحيه نضاليه.